aujourd'hui, dans cette fuite en avant de la part des autorités militaires marocaines, on utilise des armements sophistiqués pour verrouiller, pour bloquer d'autres passages, justement, entre la République islamique de Mauritanie et le territoire libéré du Sahara occidental. C'est une escalade, manifestement. Et permettez-moi de dire que selon tous les facteurs disponibles pour éclairer l'analyse, il s'agit d'un acte délibéré de provocation contre l'Algérie. فيما يتعلق بالرسائل التي وجهتها إلى عدد من المنظمات الدولية التي تنتمي إليها الجزائر، فهي من باب العمل الدبلوماسي الطبيعي. عندما تحدث حوادث بحجم وخطورة الذي حدث مع قتل أبرياء، مدنيين أبرياء، لا يمكن السكوت على الموضوع. وموقف الجزائر النهائي في هذا الموضوع ليس مرتبط بردة فعل هذه المنظمة أو تلك. موقف الجزائر في إطار سيادتنا الوطنية سيكون موقف وسيظل موقف مستقل مع ممارسة الشفافية والعمل على أن يتفهم من يريد أن يتفهم الأوضاع الحقيقية تلك الحالة الخطيرة التي تولدت عن التصرف الخارق للأعراف والخارق للقانون.